تحت عنوان لا لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ينطلق المؤتمر الذي تعقده منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالتعاون مع البرنامج المصري لتطوير الإعلام. قمنا بعمل هاشتاج لا للكراهية، وهذه المرة الخامسة لإقامة مؤتمر اهتم باللاجئين والمهجرين لأنهم يعتبروا أقلية في العالم كله، ولذلك فنحن نهتم بخطاب الكراهية الذي سيؤثر بشكل واضح على المجتمع ككل، ونحن نأمل بأن نخرج بمجموعة من التوجيهات لوسائل الإعلام لتوخي الحذر في اللغة المستخدمة حتى نكافح هذه الظاهرة. أريد التحدث من زاوية اختيار وسائل الإعلام للمعلومات بالطريقة التي تضمن لهم التأكد من سلامة المعلومة وعدم حملها لأي معاني تدعم الكراهية والعنف، لأن وسائل الإعلام أحيانا تنقل خطابات الكراهية على ألسنة السياسيين دون أن تدرك هذا. يلقي المؤتمر الضوء على مختلف أبعاد وتجارب التهجير القسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الحكومات العربية مش عم بتأثر كتير بحق اللاجئين، يعني عم بيكون يعني إذا بدنا نقارنها بالغرب خطاب الكراهية مش مثل ما عم بيكون ببعض الدول الغربية، فبحس المسؤولية رح تكون أكتر على الإعلاميين وعلى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، لأن نحن اللي منحدد الكونتنت. My speech will be about religious radicalism. كلماتي اليوم تتكون حول الراديكالية الإسلامية وخطاب الكرامة. أريد أن أوضح أن خطاب الكراهية في مواقع التواصل سوف يؤدي إلى زيادة العنصرية في المجتمعات. كما يناقش أفضل الممارسات لمنع خطاب الكراهية في وسائل الإعلام المختلفة من قبل العاملين في مجال الإعلام والخبراء والمناصرين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لتقوية وتعزيز الحلول المنتقى لمكافحة وهزيمة الإرهاب وبناء شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة والتي تلتزم بمنع التمييز وتعزيز السلام والاحترام والاندماج في المجتمع، وكذلك إلقاء الضوء على مختلف أبعاد وتجارب التهجير القسري وبناء شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة والتي تلتزم بمنع التمييز وتعزيز السلام والاحترام والاندماج في المجتمع. فسانت أكرم، النيل. طيب، كيف للأمم المتحدة كمنظمة دولية وأصحاب الكلمة العليا أو الأولى فيها هي الدول الكبرى وهي التي تدعو في حين إلى عدم التمييز بين الشعوب أو بين الأفراد، وفي حين آخر تميز هي وتبث هي رسائل كراهية زي قرار دعم إسرائيل بهذا الشكل؟ يعني أعتقد أن الأمم المتحدة والجمعية العامة وكل المنظمات الدولية أمامها رهان خطير في هذه المرحلة، إما أن تثبت أنها تنحاز إلى السلام وإلى الحق وإلى الحقيقة، وإما أن نعلن عن وفاتها، لأنها هي التي تبث الكراهية وهي التي تبث الانقسام وهي التي تبث الفوضى في العالم. فأعتقد المشهد الذي يشاهده العالم أمام شاشات التلفاز في ما يجري في غزة وفي الضفة وفي القدس أعتقد هو ضد حقوق أي حاجة. يعني ما تجيش تكلمنا عن كراهية وأن الكراهية تمارس من خلال صمت الأمم المتحدة ومن خلال انحياز الأمم المتحدة ومن خلال عدم اتخاذها أي قرار. أعتقد أن ما حدث في القدس ولو حدث في الفاتيكان لانقلبت الدنيا ولم تقعد. إذا حد استطاع أن يقترب من الفاتيكان، ولكن القدس اللي هي أولى القبلتين وثاني المسجدين أو ثالث المسجدين، هذه ما يجري فيها من انتهاك من حرق للمسجد الأقصى ووقت وضرب وإبادة، وتيجي تكلميني عن خطاب كراهية وخطاب سلام وحقوق إنسان وديمقراطية وحريات. أعتقد أن يعني عجبني قوي قوي الموقف الرائع لشيخ الأزهر دكتور أحمد طيب
هو والبابا تواتوس هذا هو الأثر وهذه الكنيسة المصرية الوطنية العظيمة عندما كان هناك قرار برفض مقابلة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي تحت أي مسمى وتحت أي وضع رافضين وإن هم أباحوا إن المفروض التصدي لهؤلاء الإرهابيين وهؤلاء الغائية وعلى العالم أن يعني حوار الحضارات أصبح صراع الحضارات ولا يمكن بحال من الأحوال إن احنا كمسلمين نبقى متهمين طول الوقت ويبقى في رد فعل ولا أعتقد إن ما يفعل في القدس الشريفة وفي الأراضي المحتلة وفي سوريا وفي العراق وفي الدول العربية أعتقد هو قمة تصدير خطاب الكراهية وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تفيق لأن ما تم أعتقد أنه مخالف لكل المواثيق وكل القوانين التي صدرت من خلال الأمم المتحدة والأخطر أن احنا عايزين نشوف أن هذا القرار الذي صدر من هذا التويتر الذي يحكم العالم ترامب أعتقد أن احنا عايزين نشوف محكمة العدل المحكمة الجنائية مدى مشروعية هذا القرار الذي أصبح كابوسا يهدد استقرار العالم لأن إذا كانت قراءتهم أن هيبقى في صمت وهيبقى في رد فعل بسيط أعتقد مصر والشعوب العربية والشارع العربي والانتفاضة الفلسطينية مش هنعيد القصة بالكلام هنعيد القصة بالمواقف وأنا أطالب من هنا القاهرة مسبيرو ده تلفزيون الشعب المصري والعربي إن احنا بطلب من وزراء التربية والتعليم على مستوى العالم العربي أن يتم تدريس مادة القدس في مدارسنا وفي جامعاتنا عشان نعرف الناس قيمة القدس لأنها قيمة روحية غير عادية. النقطة الثانية إذا كان الدكتور جمال حمدان والشعب المصري العظيم غير جغرافية طوع الجغرافية لمصلحته أعتقد أن احنا هنستطيع أن نطوع هذا القرار الترامبي لصالح توحد الشعوب العربية والعالم العربي وهم ادونا هدية رغم بشاعتها وجرمها أن هم وحدونا وأصبحنا الانتفاضة قادمة قادمة قادمة. شكرا يا أستاذ أسامة شرفتنا النهاردة. فاصل وننتقل إلى الموضوع الآخر. حريق جديد بمنطقة باب الشعرية بوسط القاهرة جاء ليسفر عن تفحم عقارين ومخزن كامل للكابلات بخسائر مالية تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه. حادث باب الشعرية بدا معتادا في المنطقة التي لطالما شهدت حرائق مماثلة خاصة في فصل الصيف، ويبقى الماس الكهربي هو المتهم الرئيسي في تلك الحرائق التي لا تتوقف. تكرار الحرائق بأسواق منطقة وسط القاهرة أثار العديد من التساؤلات، أهمها بشأن إجراءات الحماية بهذه الأسواق ووقايتها، أو على الأقل توافر الاستعدادات اللازمة للسيطرة على الوضع في حالة حدوث أي خطر، في ظل تكدس المحلات بالبضائع القابلة للاشتعال كالقماش والملابس والمواد البلاستيكية والأخشاب، وتلاصق هذه المحلات مع ضيق الشوارع ما يصعب كثيرا من مهمة رجال الدفاع المدني في عمليات الإطفاء. مزيد من التساؤلات تبرز بين ركام حادث باب الشعرية حول المخاطر التي قد يسببها استمرار أسواق وسط القاهرة في ظل صعوبة الأوضاع وارتفاع نسبة الخطر المتزايد. وأكد مراقبون أن الوضع الراهن يشير إلى أهمية استبدال هذه الأسواق التي تحتفظ بأماكنها منذ أيام الفاطميين بأخرى حديثة ذات مساحات أكبر تتمتع بالخدمات، مع الإبقاء على بعض الأسواق ذات الطابع التاريخي التي تستغل في نواحي التنشيط السياحي وجذب العملة الصعبة. وتزيد مشكلة تكرار الحرائق بأسواق وسط القاهرة الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة، ما يؤكد ضرورة التدخل العاجل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع حل جذري لتلك الأزمة.
طيب مخزن الكابلات اللي اشتعلت فيه النيران في باب الشعرية مش هو المكان الوحيد اللي غير مؤمن من ناحية موضوع الحماية المدنية أو يبقى فيه أجهزة إطفاء سريعة؟ الأسواق أغلبها بالمنظر ده لأنها موجودة في أماكن كانت زمان العقارات مش قريبة أو الخريطة ما كانتش شكلها كده، لكن دلوقتي طبعا الوضع اتغير. دور الحكومة في إن هي تأمن لهذه الأسواق والعقارات كمان المحيطة بيها عدم تكرار هذه الحوادث، لأنه طبعا لما بتشتعل نيران مش شرط كل مرة نقدر نسيطر أو تبقى الخسائر قليلة، واللي طبعا بيهمنا في الآخر خسائر في الأرواح أو خسائر بشرية أو إصابات. احنا معانا سيادة النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك، وبرحب أيضا بالكاتب الصحفي الأستاذ عبد العظيم الباسل مدير تحرير الأهرام. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. أهلا مساء النور. سيادة النائب، حدد لي الأول المشكلة في ضوء الحريقة الأخيرة في تقريبا كام سوق في مصر بالتقريب، يعني مش شرط العدد الدقيق، محتاج فعلا نظرة أخرى من الحكومة. في الحقيقة إنه الموضوع بتاع المحلات التجارية ده موضوع مهم جدا، وإحنا بنناقشه هذا الأسبوع بالصدفة مش مترتبة طبعا مع البرنامج، لأنه موضوع المحلات التجارية في مصر مبني على العشوائية للأسف الشديد. حتى الآن قاعدة البيانات الرئيسية وهي غير مكتملة، سواء في الغرفة متوزع دمها بين الغرفة التجارية وما بين السياحة ما بين كثير من الوزارات والمحافظات والمحافظات والمراكز وكذا، وبالتالي لا يوجد حتى الآن يعني تحديد، رغم طبعا الجهد العظيم اللي بيعمله الجهاز المركزي العام للتعبئة والإحصاء بقيادة اللواء أبو بكر الجندي، إلا أن ما فيش يعني قاعدة بيانات نقدر نرتكن عليها بشكل حقيقي وموضوعي. دي أول مشاكل. الحاجة الثانية أنه الأوضاع الخاصة بالحرائق كمظهر، يعني يمكن المشهد الأخير اللي أشرت لسيادتك، لكن حصل قبل كده منه عشرات بل مئات من الحرائق في الموسكي وغير الموسكي وفي أماكن مزدحمة كثيرا، وخسائر بالأرواح متعددة وخسائر مالية وخسائر بشرية ونفسية كثيرة. وبالتالي للأسف الشديد التشريع يقف عند أول تشريع صدر اللي هو 371 لسنة 56، يعني بقالنا 63 سنة وكلها تعديلات على 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 نفس القانون وتنويعات على ايه، هل السهر مرة بتاع، يعني بنعمل ترقيعات وبنعمل التشريعات مش فيها رؤية مستقبلية رؤية حضارية كاملة. بالتالي هذا الموضوع كان محل طلبات احاطة من عدد كبير من النواب وانا كنت واحد منهم، وحاليا تعكف لجنة الإدارة المحلية على طول. ليه بقى؟ احنا المفروض ان يبقى في نظام عام بيحكم هذا البلد واحنا بنتقدم بمصر، انه ما ينفعش ان المحلات التجارية تبقى بهذا الشكل. عايزين ننظم، في العالم كله بينظم المحلات التجارية من حيث الشكل ومن حيث المحتوى ومن حيث مواعيد الفتح والقفل ومن حيث الأمن وسلامة البوطنين. طيب عشان الأستاذ عبد العظيم كمان يشاركنا في الحوار، وبالتالي أنا عايز أقول آخر كلمة، يعني أنه لازم يبقى في مشروع قانون متكامل يفي بهذا الغرض، يفي كل هذه الاحتياجات. طيب بالخبرة كده، عادة لما بيطلع تشريع أو قرار يتعلق بأصحاب المحلات أو العاملين في تجارة بعينها زي موضوع البيع الجائلين مثلا، ده عادة بيتم مقابلته بالرفض من قبل العاملين في هذه المهنة، ودايما بيشعروا أنه هكذا تشريع هيجي على قوتهم، وأنه التنظيم حتى في المحال التجارية هيقلل في رزقهم، هم لازم يطلعوا كده بعشوائية عشان يعرفوا يكسبوا، وما ينفعش يتنقلوا المكان تاني أكثر تنظيما بديكور بشكل بمظهر. إزاي ممكن الفكرتين أو المسارين يلتقوا؟ هو طبعا ما في شك المسألة دي مسألة ثقافة ومسألة سلوك
ومسألة اعتياد احنا ربطنا نفسنا بيه ثقافة عند البايع وعند المستهلك ان المكان القريب بيبقى ليه زبون كتير او يعني في حتة شعبية بيبقى الرجل عليه اسرع. هو ارتبط رزقه هنا بالمنطقة دي. انما هي القصة عايزين نرجع بس شوية لقصة زي ما قال سيادة النايب الموضوع ده مش جديد. رجعنا للمأساة الرويعي في مايو 2016 كانت كارثة. مات فيها 71 مصاب عشان نذكر بس الناس ومات فيها 5 أفراد وكان 225 محل اللي اتحرق بالإضافة للمنطقة بالكامل كانت عايشة على شرارة خطر لولا ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر يخفف من حجم المأساة. وقلنا أيامها إن إحنا هننقل الباعة الجائلين وحنرخص المحلات وهنراجع شروط الأمان وهنعمل الحماية المدنية وكأن شيئا لم يكن. خلينا نكون واقعيين شوية، المسألة محتاجة علوج يعني حلول جذرية. يعني حضرتك العقار بتاع باب الشعرية اللي اتحرق ده مصنع باب، طب 2005 هو طلع له قرار غلط. مين فتحه؟ مين تابع إنه تنفذ ولا ما تنفذ؟ مين مشي ورا الباعة الجائلين وحب ينقلهم؟ ما احنا مش كل حاجة هنقف قدامها ونحملها للقضاء والقدر ونحملها للظروف ونحملها للناس، لا. احنا عايزين قانون الرادع يتنفذ. عايزين ثقافة تتغير، مش بين يوم وليلة. بالتأكيد هتبقى محتاجة نوع من المقاومة زي حضرتك ما بتقولي في الأول أو الرفض. ما أنا النهاردة لما الاقي الباعة الجائل اللي هو أساسا مهدد من البلدية بين وقت والتاني، واللي هو بيدفع أتاوى غير معلومة، واللي هو بيدفع ضرائب غصبا عن عينه، صحيح. لما لقي له أنا مكان ممهد ومجهز وهقول له النهاردة عشان برضو أحفزه وعشان أجذبه للمكان الجديد ده أنا هديهولك حق انتفاع لمدة كذا بإيجار رمزي، هديهولك تمليك على أقساط، هسهل لك في المنطقة اللي انت موجود فيها، أغريه بشكل أو بآخر عشان يتحضر وينتقل إلى المكان الجديد. حدث في المقاومة بالنسبة لإخواننا الباعة الجائلين اللي كانوا في العتبة واللي اتنقلوا أرض الترجمان ومكانها وأرض وبور التلج اللي هي كان أيام السيد رئيس الوزراء السابق المهندس محمد، اقتنعوا وجوم النهاردة قاوموا في البداية، النهاردة انتقلوا وبقوا شغالين النهاردة وبقوا كل واحد عنده الباكية بتاعته وعنده مكان اللي بيشتغل من خلاله. حتى وسائل الانتقال اللي كانت المفروض تنقل الزبون عشان يجي المنطقة دي برضو اتعملت موقف ميكروباص او سيرفيس قريب على اساس انه ايه اسهل للمشتري انه هو يروح ما تبقاش حتة متطرفة وانا مش هنفيك او اعزلك. بس هو في نقطتين وسيادة النائب برضو ممكن يعني يقول لنا هما توصلوا لايه في المجلس. نقطة الامان او اشتراطات الامان او الحماية المدنية اللي غايبة واللي بتكون سبب رئيسي في يعني مشاكل زي كده، دي مين يراقبها انها موجودة؟ على بال ما انا الاقي او اتفق او اصوت على قانون او تشريع خاص بنقلهم مثلا المحلات التجارية اللي موجودة منتشرة في ارجاء الجمهورية كلها مش حتى في القاهرة والجيزة بس، فين اشتراطات الامان اللي موجودة؟ اولا يعني خلينا نقول انه اولا يعني عايزين نفرق بين حاجتين ومرتبطتين، الاسواق العشوائيه اللي موجوده بانتشار والاسواق المتنظمه، الاثنين عايزين تنظيم. لكن هو في غيبه قبل ما اعمل الاشتراطات الامان واعمل السيفتي واعمل حتى كاميرات المراقبه واعمل الاوضاع البيئيه والاشتراطات البيئيه والصحيه وكده، محلات بتبيع حاجات كتير. احنا بيغيب في الثقافه زي ما قال عظيم بيه انه بيغيب الثقافة دي. اولا ازاي انا يبقى عندي اتحاد عام لغرف تجارية وعندي غرف تجارية في المحافظات وهي لا تهتم بعملية التنظيم او تمهد او تلعب دور المجتمع المدني في اخذ الاراء حتى حول التشريعات اللي احنا بنعملها وحول المشاكل والمظالم التي يقدموها التجار والباعة بشكل عام. وبالتالي نقل هذه الرغبات اولا ان هل التنظيم ضد الرزق؟ هل التنظيم يقدر مع انه ما تبقاش للي حوادث؟ لا ده بالعكس، ده كل اللي بيحصل لصالح
لصالح البائع ولصالح التاجر ولصالح المستهلك ايضا، لان حتى المحلات لا قدر الله لما يحصل لها اي حاجه المتضرر برضو البائع وصحيح صاحب المحل وكذا. وبالتالي في غايبه لدور الغرف التجاريه ودورها طبقا للقانون انها تنشئ اسواق وتنظمها ويبقى عليها ليها علاقه مع التجار، علاقه بتدافع عنهم وتنظمهم وتحقق لهم يعني اهداف اجتماعيه وانسانيه، ده غايب. وبالتالي حتى جماعه البائعين لما نظموا نفسهم وبقى لهم تنظيمات شبه نقابيه وروابط واشكال تنظيميه لم تقم بدورها الحقيقي. فالموضوع محتاج ايه بقى؟ احنا بنتكلم حوالين التنظيم والتشريع. والتشريع ليس في حد ذاته يعني ضار، بالعكس ده التشريعات هتيجي لصالح الناس ولصالح التجار والمستهلكين وكذا. بس التشريع ده هيخرج للنور ازاي اذا كان حضرتك بتقول انه لازم انه الجهات مش موجوده او ما بتقومش بدورها؟ احنا بقى عشان تقول رايك الحوار المجتمعي يا استاذه ده شرط اساس لاي تشريع. التشريع اي تشريع ايا كان اذا صدر بعزله عن المجتمع وعن احتياجاته وعن ممثليه بيطلع القانون معيب وفيه عوار اكيد. وعشان كده بنلاقي تعديلات كتيره، تعديلات متعدده في القوانين بتاعتنا بعد كده. لكن هنا احنا بنقول والله مع القانون ده ان احنا نمسك كل القوانين اللي من 63 سنه بيحصل عليها نوع من الترقيع وننسف هذا القوانين او نبني عليها قانون جيد يراعي كل المشاكل المتعلقه بالمحلات المقلقه للراحة، المشاكل المتعلقه بالمواعيد الفتح والقفل. مفيش حاجه اسمها واحد يفتح طول الليل والنهار، مفيش يعني في تنظيم لكل حاجه، والتنظيم ده لصالح الناس. عشان كده في نقطه مهمه جدا غايبه ايضا، حجم السوق الغير رسمي كبير وحجم النشاط الغير رسمي كبير. وبالتالي انا النهارده لما بشوف الاسواق في العالم بشوف اسواق نموذجيه، حتى اسواق السمك بلاقيها نموذجيه ملهاش ريحه وليها صرف وليها حاجات. احنا علينا ان احنا بنعمل تشريع جيد نراعي فيه احتياجات المستهلك والبائع والتاجر وكل الاطراف، بحيث في الاخر خالص يبقى انا قدام محلات ملتزمه حتى باليافطه اللي بره، انها تبقى باللغه العربيه، ان مواعيد الاضاءه بتاعتها يحدد مواعيد الفتح والقفل، ملتزم بالامن الصناعي والسلامه والامان تبقى كل النقاط والاشتراطات داخل القانون. استاذ عبد العظيم، ضروره التامين ان اذا كان كاميرات، اذا كان اسعاف، اذا كان اجهزه حمايه مستهلك بين الاسواق تبقى موجوده، نقط امنيه وهكذا، بحيث ان يبقى طيب يعني حضرتك بتتكلم على تشريع اللي انا فاهماه لتنظيم السوق التجاري بشكل عام. كل هل العمليه عمليه تشريع فقط، ولا يعني هل حتى القانون اللي سياده النائب بيتكلم عليه اللي هو من الستينات، هل هم حتى بينفذوه؟ هل ده بيتنفذ القانون القديم حتى لو احنا عندنا اعتراض عليه وشايفين انه عايز لازم يتعدل؟ لا ما بيتنفذ. مع كل تقدير واحترام لكلام سياده النائب، وطبعا ما قال حضرتك من 63 سنه واجراء تعديلات وترقيع على القانون. القصه مش قصه قانون، القصه هي قصه التزام بتطبيق القانون حتى بتعديلاته الحقيقيه اللي موجوده دلوقتي. مش معقوله النهارده محل مخالف يتشمع واروح افتحه ب 50 جنيه بعد كده. مش معقوله قهوه او مقل او كافيه او عامل اشغالات في الشارع وتاجر المرافق تاخد 5-6 كراسي او 10 كراسي واروح ادفع في الحي غرامه 300 جنيه واخدها. احنا ما انا بقول لحضرتك بصراحه مش عايزين يعني نقول كلام للاستهلاك، احنا عايزين نقف وقفه حقيقيه. المحلات دي حضرتك طب ادخل لها ازاي امان وحمايه وانا النهارده بتحرك في مترين؟ اني عربيه تدخل كاطفاء او كانقاذ او كاسعاف او كحل سريع لاطفاء حريق؟ وايه اللي بيضعف الخسائر حضرتك؟ لان هو موجود في منطقه، في مناطق عشوائيه، دي اسواق جبلت والمباني اتلفت حواليها واعتاد على انه يكون المحل تحت العقار اللي هو بنيه، واعتاد يكون انه المخزن في حته ورا البيت. المساله مشت بالشكل ده، والنهارده نلاقي موجودين. ما انا بقول لحضرتك النهارده في قضيه الرويعي دي
يعني لازم تلاقي النحاسين جنب الفحامين جنب الغورية جنب بتوع النشاط كله جنب بتوع النجف جنب بتوع الأكر جنب بتوع الاكسسوارات حي بحاله بقى. فأنا هذه المنطقة ممكن أنظمها ويبقى شكلها جميل جدا ماشي. أنا مش ضد التشتيت أو أحط طفايات حريق أمن صناعي حاد أمن يعني صناعي جوه كل محل أتأكد من المرور عليهم بين فترة والتانية على إن الطفايات مجهزة للإطفاء بانه شروط الامان الصناعي متوفره. طب بان النبي دي محتاجه قانون؟ مش محتاجه يا فندم. ما انا بقول لسيادتك محتاجه قانون يا سياده النائب دي عشان احط طفايه حريق في وسط محلاتها دي يا فندم. ده بيروح يرخص بيروح يرخص بطفايه حريق قديمه ويقول لك الطفايه حريق كويسه يروح النهارده الطفايه حريق اللي جاي مين اللي بيناقش مين اللي بيقول بتاع الحمايه المدنيه بيجي له. ما احنا برضو لازم نواجه نفسنا اذا كنا جادين فعلا في ان احنا نتغير. ما هو مش كل حاجه القانون هيعملها ومش كل حاجة انه رقيب هنحط رقيب على سكات شعب. انا قلت لحضرتك ان دي ثقافة موروثة خلاص لازم تتغير. تتغير يعني بايه؟ هتتغير بآلية العقاب. بآلية العقاب وبتنفيذ العقاب. مش بالزبط. هتتغير كده مش هتتغير لا 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 ولا هتغيريها بوعي اجتماعي بالدعاء ولا هتغيريها بمجتمع مدني ولا هتغيريها بثقافة اعلامية ولا هتغيريها بتاع. احنا ناس بنحترم العسكري احنا ناس بنخاف من القانون احنا ناس بندفع فبنتلسع اسف في اللفظ فبنرجع تغليظ العقوبة لازم تتنفذ. الحي لازم يراقب. المحليات يبدأ منها حضرتك المشكلة ويبدأ منها الحل. ازاي الغرامة صحيح تكون يا سيادة النائب لما المحل يتشمع عشان ثبت ان هو مخالف او مطعم مثلا في حاجة مش مظبوطة في الاكل اللي هو بيقدمه نفك الشمع بخمسين جنيه برضه؟ احنا عايزين نفرق بين انه التشريع ينظم وده مهم يعني من غير تشريعات ده حاجه لكن تنفيذ القائمين على التنفيذ والرقابه طب ما هو الجزء من التنفيذ والرقابه والمتابعه ده عمليه اصلا تنظيميه عمليه تنفيذيه وبالتالي احنا لما بنحط التشريع بنحط التشريع عشان نعمل نوع من النظام. النهارده لما يبقى قانون موجود بقاله 63 سنه والناس كل ما يجي يقول لك مواعيد الفتح والقفل يقول لك لا مواعيد ننظم البتاع لا ده اكل عيش احنا ده كلام ما ينفعش وكلام بيخلي في الاخر خالص بتحصل لنا كوارث زي اللي حصلت في الرويع وحصلت في الموسكي بعدها وحصلت في الحريق الاخير والاحصائيات اللي موجوده عند الحمايه المدنيه بتقول لنا قد ايه شكل الحرايق والكوارث اللي بتحصل بسبب هذه وليست على هذا فقط لكن كمان على شكل المنتج وشكل السلع اللي بتتباع في التداول وفي التخزين وفي كل العمليات. حضرتك عارف انه في لحوم بتتباع كده كله على الرصيف. ايوه على الرصيف بنحط الجزم في كرتون. ده كلام ده كلام مش مقبول. النهارده احنا بنقول انه لما يبقى في التشريع هو مين اللي بينفذ التشريع؟ ما هو امين الشرطه المنحرف او الضابط اللي الاقليه منهم تبقى ممكن منحرفه هو اللي بياخد او امين ده في 54 الف قضيه طبقا لتقارير الرقابه الاداريه ل بمفتش التموين والهندسه ومهندس التنظيم ما بيقوموش بدورهم يعني ما بيقوموش بدورهم بالعكس ده في تقارير خطيره وبالتالي احنا اذا كان اي نظام لازم يبقى له نظام صارم في العقوبه. اما اقول محل يتقفل بالشمع الاحمر لمده 3 شهور يبقى ده وجوب يتنفذ على طول ويتحاسب المسؤول في المنطقه عليه ويبقى تاني مره لو تكرر الخطا بيتسحب الرخصه وتتسحب الرخيص خلاص يتوقف النشاط اسمها ترخيص مستمر إيه يعني يتوقف النشاط على طول مشكله على طول. وبالتالي احنا بنقول ده مش موضوع ان احنا بنقف ضد الناس لا ده احنا بننظم حياه الالاف لان في الاخر خالص من الذي يبيع الاغذيه الفاسده ومن الذي يبيع الاغذيه المخشوشه وكل المواد او حتى السلع. النهارده احنا بنعمل جهاز حمايه المستهلك في السويس وبنطالب بتعميمه النهارده في اللواء عطفي يعقوب عامل نقل عامل كذا فرع فعلا كذا فرع عامل احنا هنفتح الفرع بتاعنا ان شاء الله في نقطه بس كل الجهاز ده لما يتقام وعنده الضبطيه القضائيه بيبقى الضبطيه القضائيه يعني هي الهدف بعد اذنك مع النائب بدون اي تلعب دور لا يا فندم اتفضل حمايه المستهلك ده مهم
طبعا جهاز حماية المستهلك ده مهم وجهاز له دور قوي جدا. جدا. لكن انا النهارده عشان افرغه من مضمونه وما ادلوش هدبطية قضائية وما ادلوش سلطة يبقى انا كده هو لسه القانون هيديله الحق ده. نعم. مع الانتشار بتاعه انا مش بس جهاز حماية المستهلك برضو مش هيجي بديل عن حملات التفتيش الخاصة بالدوره. كل واحد يوم دور بدوره لحماية المستهلك لصلاحية السرقة لصلاحية السلعة لعملية اللي بقى اشترى سلعة مظبوطة اتغش حاجات منها حاجة طلعت سلعة معيبة مضطر ما هو لازم ملزم بانه هو يحمي حق المستهلك فيها انما قصة الرقابة دي لابد انها تكون موجودة لازم. قصة التفتيش لازم يكون موجود بشكل دوري حماية المستهلك لابد تكون لديها الضبطية القضائية اللي تستطيع ان تفعل بها دورها. انا مش عايز افتح برفانات وافتح فروع في كل مكان. أيوه. انا عايز افتح جهاز له فاعلية طبعا فاعلية بالقانون من القانون يبقى بديله سلطته اللي هو يمارس بيها. يبقى انا بدي الاليات اللي هي بيستطيع انها يضبط بيها الاداء. فالمسألة محتاجة زي ما بيقول سيادة النائب وحضرتك بتأكدي على ان احنا محتاجين ان القانون يطبق ويفعل وتغلظ العقوبة وتوصل لحد النهارده بنقول قانون المرور الجديد انا قانون النهارده لما يبقى فيه النهارده في القانون إمكانية سحب الرخصة او تعطيلها لو تجاوزت نقاط المخالفات 50 نقطة نوصل للحل. هي الناس احترمت شرط المرور امتى؟ لما اتحطت كاميرات بقت الناس خلاص تلتزم واتحطت انك انت بتدفعي دلوقتي المخالفات قلت قصة الوسائط وقصة في المخالفات ما بقتش بقى فاعلة النهاردة بتدفع المخالفة فبدأت الناس ترجع النهاردة تحصيل مخالفة السرعة بشكل فوري يا دلوقتي يسحب الرخصة ده انت حضرتك النهاردة لو اتجاه عكسي او مخالفة تم تكرارها وهددتي بسحب الرخصة ووقف الترخيص القيادة لمدة سنة الناس هتمشي تنضبط. ما انا بقول لحضرتك احنا بنخاف من العسكر هو مش احنا بس هو يعني كل الدول القانون. العقوبات فيها بالقانون يعني خلينا القانون. نقول ان نحترم القانون ما دام ثقافتنا فيها الردع بيجيب نتيجه نردع. بشكركم شكرا جزيلا سياده النائب عبد الحميد كمال عضو لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب ان شاء الله نلتقي ونتكلم اكتر في تفاصيل التعديلات الخاصه بهذا القانون وايضا بشكر مع قانون حمايه المستهلك كمان احنا مدخلين قانون حمايه المستهلك بعقوبات رادعه بالتسعيرة بالضبطية القضائية. شكرك الأستاذ عبد العظيم الباسل مدير تحرير أهرام شرفتنا يا فندم جدا وبشكر لكم دائما حسن المتابعة لحلقات من القاهرة وتصبح على خير.